بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض اسورة من سلك النحاس 1.5 ملي. هنحتاج ليها سلك نحاس 1.5 ملي من 55 لـ60 سنتي، جزء من النحاس 0.5 أو 0.5 ملي. هنحتاج أي أحجار عندنا بالحجم الصغير ده. الكريستالات دي بتبقى حلوة قوي، ممكن نستخدمها في التصميم بتاعنا. العدة بتاعتنا الصافة، الزرادية المبرومة، الزرادية الفلات الناعمة، والزرادية الخشنة. وهنبتدي نسمي الله ونشتغل في التصميم بتاع النهاردة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنشتغل بعد 25 سنتي من السلك بتاعنا، بمعنى ان انا بجيب البداية بفوت 25 سنتي وببتدي اشتغل، بعمل كده بالزرادية الناعمة، بثبتها وبرجع بالسلك بتاعي بالشكل ده. كده وحاول بشويش اضغط على السلك، وبعدين هاخد 2 سنتي بالشكل ده، ونبتدي نتني الناحية التانية بعد 2 سنتي. هرجع كده. طبعا السلك، شغل السلك الواحد ونص غير الشغل على 1 ملي او الاقل. طبعا التخانة بتفرق في الشغل جدا. احنا كده 2.5، هعمل كده وابتدي برضو وهاجي برضو كده، يعني هعمل زي زجزاج كده او لفات. كنا عملنا حلق شبيه للتصميم ده، نحاول نحافظ على السلك لان الغلطة هنا ما ينفعش ان احنا نظبط السلك ده، فنحاول نخلي بالنا من التعريجات، ما نكسرش فيه عشان هيبقى صعب ان احنا نرجعه زي ما كان. هعمل كده. انا كده عملت 4، عايز اعمل 1 5. هبتدي بقى اللي هعمله ان انا عايزه ادور الشكل ده شويه يديني زي الورده كده. هفتح من تحت واضم
بالشكل ده. عايزة هنا اعمل كده بعد كده هضم من تحت على قد ما اقدر بالشكل ده. كده المفروض ان انا عايزة اشتغل بالسلك النص ملي هنا، عايزة احط واحدة خرزة من الصغيرة على كل واحدة من دول. انا معايا لونين، انا بس عايز اظبط الاطراف شوية. حاسه دي طويله، بصوا هاجي بالسلك الخمسه من عشره وهبتدي اركب. بس قبل ما اركب لازم اظبط كويس، هحاول اطلع وارجع تاني اكون ظبطت الشكل عشان وقت الفيديو وارجع لكم تاني. حاولت اديها نفس الشكل باستخدام اي حاجة عندي مدورة، زي ما اتفقنا دايما بنبقى محتاجين الحاجات البسيطة دي عشان تساعدنا لو ما عندناش الادوات المخصوصة لكل شكل، فعلى قد ما بنقدر بنحاول نستفيد من اي حاجة عندنا. انا بس حاولت اديها اظبطها كده. عايزة كل طرف من الاطراف دي اديها بس تانية صغيرة كده بسيطة قوي عشان السويرة وانا لابساها تبقى مرتاحة. كده هي ظهرت اللوتس، تشبه ظهرت اللوتس. هاجي كده عايزة اركب من كل في كل طرف من دول كريستالة. انا كنت بفكر اركب لون واحد، ممكن اركب واحدة بالدرجة الزرقاء الحلوة دي وواحدة بالدرجة الحمراء. وبفكر كمان استغل عندي طرف اطول من طرف، بفكر اعملها زي ورقة شجر بس حاسة انها مش هتخدمني في التصميم. هكمل كده معاكم واحدة واحدة. هاجي من هنا وهبتدي اثبت. احنا اتفقنا طبعا التثبيت بيبقى من تحت لفوق،
بالشكل ده كده، بحيث ان الكريستالة بتاعتي او الحجر اللي بحطه يبقى جاي من فوق مش من تحت، بحيث ان انا ابقى ظابطه شغلي. هعمل كده وهحاول الف السلك على الزهرة بتاعتي او التشكيل بتاعي كده. طبعا في المرحلة دي احنا ممكن نعملها كلها بالاحجار، وممكن لو حابين نعمل بس طرف منها. هقصر السلك شوية احنا ممكن نعمل كده. هاخد اتنين ازرق وواحدة في النص احمر كده. طبعا اختيار اللون طبعا مش مفروض علينا عليكو، يعني اختيار اللون بيبقى على حسب ذوقكو. همسك بايدي كويس واثبت بالشكل ده، الجزء ده بس هو اللي مهم. هشتغل معاكو واحدة عشان وقت الفيديو وقتكم ما ضيعهوش، وابتدي اشتغل واوريكم النتيجة زي ما احنا متعودين. هلف هكمل لف، لان كل لفة بلفها بتعملي تثبيت للحجر وللشغل كده زي ما انتم شايفين كده. هاجي على النص واخد حجر من اللي معايا كده، حاول امسكها كده كويس واثبتها في النص بالظبط. طبعا بعتذر، الشغل قدام الكاميرا بيبقى ليه وضع، ده ممكن ما اخدش بالي ان هي راحت بره الكاميرا، دي حاجة. من الحاجات التانية ان انا ببقى التثبيت بتاعي ما بيبقاش زي وانا قاعدة براحتي في العادي بتاعي، فاعذروني. وفي نفس الوقت ببقى مش عايزة اعمل قطعة شغل وارجع اعيدها تاني، فببقى عايزة على قد ما اقدر اكسب الوقت والمجهود واعمل شغل كويس. وديني بحاول اتعود معاكو ان انا اشتغل قدام الكاميرا، بس في حاجات بصراحة ما بينفعش فيها، زي الحاجات اللي زي كده اللي فيها شغل بالسلك النص ملي، بتبقى محتاجة بس تركيز شوية اكتر. المسافات اللي بين السلك، يعني كل الكلام ده المفروض نراعيه، فعايزاكم تخلوا بالكم النقط حتى اللي انا بقولها، بس ما بق يعني مش ببقى قادره اعملها قدامكم. خلوا بالكم منها، السلك يبقى مقاساته مظبوطه، ما يبقاش واسع وضيق في السلك الملفوف ده. الحاجات دي بتبقى مهمه في الفينش بتاعنا. بصوا هي لسه هي ما خلصتش، بس النتيجه لطيفه يعني شكلها كويس اهو. فهمشي بنفس التدريج كده وبنفس الشكل زي ما انتوا شايفين، عشان بس الوقت وانا كمان اقدر اشتغل زي ما انتوا شايفين كده. بنثبت بايدي، ببقى ماسكه زي ما انتوا شايفين اهي، بمسك كويس الحجر بتاعي الصغير كده، وابتدي الف السلك جنبه كويس، وبعدين بسحب السلك وانا بلفه برضو بروح على الطرف التاني اللي انا هبتدي اشتغل فيه اهو. وايدي بتشد وبحذر عشان ما بوظتش التشكيل بتاعي بالشكل ده.
اهو، فهبتدي اوقف الفيديو معاكم، بس هرجع لكم بعد ما اخلص الجزئية دي، نشوف هنكمل الاسورة بتاعتنا ازاي. كده رجعت لكم بعد ما خلصت التركيب، زي ما انتم شايفين كده طبعا لف السلك على السلك بيدي نتيجة جميلة قوي، مع اختيار حجر مناسب وحجر يكون شكله قوي وحلو. انا كده خلصت الوردة بتاعتي، عشان اخلي الاسورة بتاعتي متينة اكتر انا ممكن الفها كده والبسها، لكن طبعا كل ما بدمج الاسلاك على بعض والف عليها بالسلك بتاعنا اللي هو النص ملي بيديني كثافة اكتر او اعلى، وبالتالي بتبقى القطعة بتاعتي متينة اكتر. فانا هشتغل دلوقتي على الجزء ده، على الساق دي او على دوران الاسورة بالسلك كده بالشكل ده، هظبطهم بس جنب بعض، مش هعمل اكتر من كده، وابتدي الف لفة عادية خالص كده كأني بعمل نسيج، بس بالشكل البسيط، مش نسيج واخد تكنيك او شكل اعلى، هو بس هلف لفة كده بس مع اللفة بتاعتي لما بتكون جنب بعضها ومدموجة قوي بتديني المتانة اللي انا بتكلم عليها. فانا هعمل كده، بس حبيت طبعا تبقى الخطوة معاكم، كل خطوة نبقى مع بعض. فهلف كده وابتدي اكمل الاسورة بتاعتي، ونشوف النتيجة بتاعتنا بتاعت شغلنا النهاردة او ورشتنا النهاردة مع بعض. فانا عايزة بس ادمجها بس بالشكل ده عشان تديني شكل احلى وتخلي الاسورة بتاعتي متينة اكتر. فهرجع لكم تاني بعد ما اخلص لف بالشكل ده. المفروض كده اهو انا لفيت الجزء اللي انا قلت لكم عليه، اصبح عندي هنا الاطراف بتاعتي او النهايات السلك بتاعي، فلازم اقفلها، ودايما بنستخدم القفلة دي بشكل كويس او بشكل يفيدنا في التصميم بتاعنا. انا عندي هنا طرف اطول من طرف اثناء الشغل، هاجي كده الاسورة طبعا ينفع تتعمل بقفل او ينفع نكملها بالشكل ده عادي من غير قفل، على حسب ما انتوا عايزين، بس هي ما بتبقاش محتاجة لان هي بتبقى متينة في اللبس. هاجي في الطرف اللي انا لفيته ده وهعمل كده زي ما انتوا شايفين، هثبت كريستالة من اللي انا شغالة بيها في الوردة بتاعتي بالشكل ده، هثبتها كده، وهثبت كمان واحدة في الطرف الأخير التاني كده. طبعا يا جماعة المقاس اللي أنا قلته في الأول، المفروض إن هو بناخد مقاسنا مقاس إيدينا ونزود عليه طبعا الضعف مرتين، يعني يبقى ثلاث مرات المقاس بتاعنا، عشان الشغل يبقى واخد راحته. زي ما دايما بقول في الشغل بتاع الاساور، انا كده خلاص ثبت الحجر بتاعي، دي اخر تكة هنا اهو، ممكن انهي على كده عشان الوقت، هي ممكن كده اوكي. هقص، عايزه بس اوريكم النهايه معايا، وبعدين كالعاده ارجع اظبط الشغل بتاعي.
كده. المفروض كمان اثبت حجر تاني في الطرف الاخير. كل تفصيلة بعملها في القطعة بتاعتي بتديني شكل في النتيجة بتاعتي اهو. هركب الحجر الأخير هاخد اللون التاني. طبعا احنا شغالين بلونين بالشكل ده. كده هشطبها وارجع لكم تاني عشان نكمل وتشوفوا النتيجة في الاخر، لان مش هينفع اسيبها كده، لازم اشطبها كويس. هرجع لكم تاني. كده خلاص كملت الاسورة بتاعتي. على اي حاجة اسطوانية عندي ببتدي اخد اللفة بتاعتي الفها بالشكل ده كده، ودايما الاطراف الصغيرة دي بضغط عليها كويس. انا عايزاهم يبقوا مقابلين بعض كده بالشكل ده. ممكن تتلبس بالعكس من الناحية التانية كده. الفيديوهات اللي زي كده بتبقى طويلة شوية، بعتذر طبعا عن التطويل، بحاول على قد ما اقدر ما اخدش وقت كتير من وقتكم، بس عشان بس يعني الشغل بتاعنا يبقى واضح. زي ما انتوا شايفين كده يعتبر خلاص اسورتي، وطبعا تلبسوها زي ما انتوا عايزين زي ما عملنا كده، حسها احلى. قولولي رأيكم فيها وفي الالوان بتاعتها وشغلها. جديدة، انا اول مرة اعمل الشكل ده، كنت دايما بعملها بالاشكال المدورة او بالشكل البيضاوي العادي. قولوا رأيكم فيها ويا رب تنفذوها وتوريها لي. متشكرة اوي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.